حياكم الله مشاهدينا الكرام ويسعد مساكم جميعا في حلقة جديدة تجمعنا اليوم معاكم من برنامج أهل الهمة. أهل الهمة نطلع عليكم من خلال قناة كويت سبورت. في هذا البرنامج دائما نسلط الضوء على إنجازات وأبطالنا من ذوي الإعاقة في مجال الرياضة، وكذلك أيضا دائما نسعد أن نتعرف على الجوانب الأخرى المتميزة في حياة الأشخاص الأبطال من ذوي الإعاقة الاجتماعية منها والفنية والحياتية أيضا والأسرية. دائما في كل حلقة نسلط الضوء على نموذج ناجح وضع بصمة مشرفة في سماء الإبداع في مجال ذوي الإعاقة. واليوم حلقتنا إن شاء الله مختلفة 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 بإيجابية بطاقتها. دائما إحنا إيجابيين وطاقتنا عالية، لكن اليوم اختلافنا في هذه الحلقة أن معانا نموذج أسري عائلة مثالية تحدت الإعاقة وتحدت الصعوبات وتحدت كل الظروف علشان تثبت بالفعل أنها عائلة مثالية، عائلة ناجحة سوية طبيعية، مارست الحياة الاجتماعية بكل ألوانها بكل أشكالها وتحدت كل الصعوبات والعقبات لتثبت بالفعل أنها عائلة جديرة بالاحترام وتستحق وقفة للتحية. خلوني أرحب باسمكم جميعا بالأسرة الجميلة، أولا أخيتي الأستاذة والرياضية البطلة الأستاذة إلهام دلة، وزوجها أخوي المصور الإعلامي الجميل مبارك الشمري. أول شيء مساكم الله بالخير. الله يمسيكم. حياكم الله. دائما يقولون مبارك ليديز فيرست، النساء أولا. نعم. فالانطلاقة والترحيب إن شاء الله فيكم كلكم، لكن خليني أخذ كلمة من إلهام. مساء الخير. مساء النور، بمسي على المشاهدين وعليك استاذ عبد الكريم. الله يحفظك. وبشكرك على هذه الاستضافة الفريدة من نوعها. واجبنا. وكمان بشكر الطاقم الفني على مجهودهم الجبارة لحتى يقيموا البرنامج اليوم. الله يحفظك بطلتنا، واحنا اللي والله سعداء ونسعد دائما بالنماذج المشرفه اللي مثلكم وشرواكم. مبارك يسعد مساك. الله يسعد مساك. شرفتنا يا اخوي. الله يسعدك مقدارك يحفظك يا رب. الله يحفظك ويطول عمرك. واخيرا ظهرت معي. الحمد لله. انا من زمان يعني الشرف بالفعل والله العظيم انتظر الفرصه. الشرف هذا من دواعي سروري. الله يحفظك، لانك انت يعني غير انك زوج اختي الهام وداعم لها كبير، ايضا انت داعم لاخوانك ذوي الاعاقه. يمكن قبل لا تتزوج الهام كونك مصور تلفزيوني، تواجدك دائما مع اخوانك ذوي الاعاقه في بطولاتهم في فعالياتهم في احتفالياتهم، حضورك مبارك دائما انا اشوفه يعني وعمر شهادتي فيك مجروحه. حضورك بحب اكثر من انه تصوير مهني. اكيد ما في شك، اكيد ما في شك. انا جدا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بالنسبه لمجال عملي كمصور في تلفزيون الكويت، لما اطلع اوردرات لذوي الاعاقه احس ان كل الطاقه اللي فيني محتاج اني اطلعها بحيث اني اطلعهم باجمل صوره ممكنه. صح. وعلى هالاساس هذا انا ماشي في مسيرتي، يعني حتى دائما اطلب من الاخوان المسؤولين يعني كثر ما تقدرون وجهوني بهذا الاتجاه، خلوني ماشي مع اهل. دائما كلفوني اني اطلع اصور فعاليات ذوي الاعاقه. بارك سحبتني المساحه جميله بس ما راح اتطرق لها الحين الا بعد ما اشوف معاكم وعلى الساده المشاهدين ومع بطلتنا الهام هذا التقرير البسيط اللي اعدوه لنا فريق اهل الهمه، ونرجع ان شاء الله نغوص في تفاصيل عالمكم الاسري الجميل. الله يحفظكم ان شاء الله. مشاهدينا خلينا نطلع هذا التقرير عن اسرتنا المثاليه، خيتي البطله الهام دله وايضا زوجها الجميل مبارك الشمري، وارجع معاكم. بدأت إلهام محمد دلة رحلتها الرياضية بلعبة التنس للمكفوفين وذلك بعام 2015 عند انضمامها لجمعية المكفوفين الكويتية، وقد شاركت في أول بطولة ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك التي نظمتها الجمعية لقاء رياضيا بعنوان أمير القلوب، تم خلاله استضافة عدد من لاعبات الإعاقة البصرية لكرة التنس للمكفوفين للتعرف على مسيرتهم الرياضية وشغفهم الرياضي وكيف تدرجوا حتى وصلوا ليصبحوا نجوم كرة التنس للمكفوفين.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، وخلينا نجدد التحية والترحيب لكل من انضم إلينا في متابعة حلقتنا اليوم من أهل الهمة. واليوم هذه الطاقة الإيجابية مثل ما وعدناكم في بداية الحلقة، وأسرتنا الجميلة المتميزة واللي فعلا أثبتت أنها نموذج ناجح، يعني مو بس كزوج وزوجة، أيضا كبطلة من ذوي الإعاقة وداعم كبير لها بحب وبإخلاص زوجها أخوي مبارك الشمري وبطلتنا إلهام دلة. حياكم الله من جديد مرة ثانية إلهام. طبعا أول شيء قبل يمكن الفاصل أو قبل التقرير، مبارك قلت لك سحبني إلى مساحة أبي أعطيها يعني كامل حقها كمساحة نقاشية، لكن قبل لا أروح للمساحة هذه أبي أتكلم تبارك الرحمن عن بطولاتك إنجازاتك كرياضية. اليوم أنت لاعب تنس طاولة لرياضة المكفوفين. أول شيء الإعاقة البصرية كانت من الصغر من الولادة عندك؟ أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله أشرف الخلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبداية طبعا أنا كف بصر جزئي، 50% أو يقارب 60% النظر، وبعدين تدريجيا إلى أن صار عمري 27 سنة هوني فقدت البصر. يعني من الولادة كان عندك كفف جزئي؟ نعم. لغاية ما صار عمري 26 سنة؟ نعم، ودرست بمدارس المبصرين كمان في البداية. ليه 26 عمرك؟ نعم، بدأت مرحلة 24 27. نعم، بال 27 بدأ النظر يختفي تماما. نعم، صار كفف كلي. نعم. طيب توجهك للرياضة بعد الكفف ولا قبل؟ لا، قبل كان عندي نسبة البصر لازالت. صحيح، أنا قبل 10 سنين تقريبا بدأت مشوار كرة التنس. كنت يعني أذهب إلى جمعية طبعا عادي مثل أي عضو يعني. صح. لحتى أنه أحد رئيس جمعية لجنة الرياضة أستاذ عادل قال لي أنه ليش ما بتجربي أنه هيدي المجال رياضة؟ فأنا أخذتها بالبداية كتسلية، يعني أنه ما حطيت أي هواية. فلما دخلت طبعا خسرت هيدي. هذه بالهواية هوني بداية نقطة التحول. صار التحدي. صار التحدي. طبعا أنا يعني عندي قاعدة لا مع الإعاقة لا هزيمة. صحيح، والإعاقة طاقة مثل ما نقول. نعم. دائما فخسرت طبعا 10-8. حافظ المباراة يعني 10-8 تاريخ لا يذكر قبل يعني. 10 سنين. طبعا ومن بعد صرت أكثف التدريب بقوة وأختار أقوى المنافسين لحتى تدربي معه. أدرب معه. نعم. هني بدأت تصير احتراف العملية. نعم. فأخذتي تنس الطاولة أنها مش هواية خلص. المدربة سبحان الله قالت لي لا تستسلمي، أنت لعبك ممتاز ولكن يحتاج تدريب. حلو. فأعطتني هالتشجيع، ومن هون يعني من بعدها ما بقبل الهزيمة أبدا حتى لو ما كان في بطولة. الله عليك إلهام. للتوضيح فقط يعني علشان أكيد يمكن بعض السادة المشاهدين لما يسمع يقول لك مكفوف أو مكفوفة وتنس طاولة يعني يستغرب الموضوع. طبعا أكيد أنه تنس الطاولة لإخواني المكفوفين غير تنس الطاولة للمبصرين. نعم، هو بيتم إغلاق العين حتى لو كان الشخص مكفوف. كفف جزئي. حتى الكلي كمان. يربطون عيونه عشان يضمنون أنه لو عنده كفف جزئي أنه ما يشوف تماما. نعم، ويلحق الكرة على الصوت. يعني الكرة عبارة عن كرة فيها جرس داخلها حلقات صغيرة من الكرات تطلع صوت معين. صوت. نعم. فعلى الطاولة تمشي والمضرب بيدك. نعم. وانت تمشيها على الطاولة. الطرف الآخر نفس الطريقة مع مضرب. نعم. حلو. إذا 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 قول عليك خلاص هدف له. نعم. هذه تنس الطاولة. طبعا أنا من ساعة التدريب المكثف. صحيح. حتى أثناء البطولة لم يستطع أحد إدخال الكرة بهدفي. يعني تقولين أنت ما حد قول عليك؟ لا أبداً. جميل، مبارك إيش رأيك بالثقة الجميلة هذه؟ يعني والله هذا أنا شيء التمسته من بداية معرفتي فيها. يعني وإذا تلاحظ الجوائز اللي حققتها
كلها بالضبط. المركز الأول ما شاء الله طب يعني حتى لو كان في 100 متسابق وحققت المركز الثاني تعتبرها هزيمة وهذه يعني حتى الثاني ما ترضى فيه ما ترضى فيه ما ترضى فيه, ما ترضى فيه. حتى أستاء إذا حدا دخل علي جول أعتبره بالنسبة لي شيء هزيمة نعم ما شاء الله على الثقة على طاري الكؤوس يعني مخرجنا أخوي جراح يا ريت ناخذ أيضا كادر على الكؤوس هذا الكاس نشوف المركز الأول بطولة تنس الطاولة السيدات جمعية المكفوفين الكويتية هذا كان أي سنة تقريبا 2019 عدل 2019 هذا أخذت المركز الأول فيه طيب وباقي الكؤوس الكؤوس موجودة بس ولكن لم نستطع كلها المركز الأول تبارك الرحمن إيه. ما شاء الله تبارك الرحمن الله هي تقام طبعاً جمعية المكفوفين مرتين بالسنة مرة تكون رسمية بشهر رمضان المبارك بالتعاون مع البنك الوطني الهيئة الرياضية هذه كبطولة تنس إيه. أما بتكون بإشهار الجمعية بشهر 10 كمان تقام ذكرى الإشهار سواء كان رسمية وغير رسمية لا أقبل بالهزيمة ما أخذ الأول ما أخذ الأول خليني أوجه أيضاً إخواني ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هذا الكادر الجميل اللي شفناه مشاهدينا والله إنجازات الواحد يرفع لها العقال مثل ما يقولون وهذه الثقة الجميلة يعني تقولك ما أرضى إلا بالمركز الأول وهذه الإرادة وهذا الإصرار خليني أوجه تحية عبر أهل الهمة أيضا لكل إخواني في الجمعية الكويتية للمكفوفين وعلى رأس الهرم السيد فايز العازمي رئيس مجلس الإدارة وكل إخوانه في مجلس الإدارة وإداريين ومدربين وأيضا الأعضاء والعضوات كل طاقم جمعية المكفوفين الكويتية والله العظيم أني أقدم لكم التحية والإجلال على دعمكم دائما المستمر لإخواني وأخواتي من ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين مبارك جميلة قلنا هذه الثقة وجميل هذا الإصرار والتحدي وأنت مثل ما قلت لك قبل شيء أخذتني المساحة جميلة اللي هو الدعم تقول أنا أحس أنه نوع من الدعم تواجدي اليوم معهم مع إلهام زوجتي بالبطولات بالإنجازات هذا دعم هذا الحب اللي أبي أعرفه اليوم فعلا إحنا كذوي إعاقة نحتاج للدعم أنتوا مو بس دعم عادي تحتاجون أنتوا محتاجين دعم أكثر من الدعم العادي لأن الكثير من الناس ما عنده الثقة الكافية في ذوي الإعاقة فيقول لك هذا إنسان يعني معاق يدوبك يعني يقدر يمشي حاله أو يمشي أموره بس أنت لو تنظر له بالعين الثاغبة اللي فقد شيء صحيح إعاقة سواء كانت بصرية أو جسدية أو أي شيء تأكد أنه راح يكون عنده الإصرار أنه يعوض هذه الإعاقة بأشياء ثانية الله يعني مبارك أنت كذي تقول لي وكأن المعاقين كسروا المقولة اللي تقول فاقد الشيء لا يعطيه نعم. لا اليوم فاقد الشيء يعطيه ويعطيه بزيادة يعطيك الزيادة يعطيك الزيادة أكثر من غير ذوي الإعاقة صحيح يعني الحين احنا تكلمنا عفوا استاذي بس احنا تكلمنا عن البطولات بطولات التنس صحيح في بس احب انوه ان هذا الدرع على القران مسابقه قران كريم هذا الدرع نعم وايضا المركز الاول ما شاء الله يعني في اي شيء ذوي الاعاقه انا ما اخص زوجتي صحيح. في الموضوع هذا انا اتكلم هني بشكل عام كونك معاهم بسنين عن ذوي الاعاقه أصحاب الهمم حلو. مثل ما أطلق عليهم هذا الاسم من قبل هم فعلا يعني الاسم هذا قليل في حقهم هم أكثر من أصحاب همة هم أصحاب إرادة استثنائية صلبة فأي مجال يدشون فيه دائما طموحهم للسقف الأعلى الله. مو مجرد أن أنا أنجح المركز الأول مثل ما قلت أيوة. مو مجرد أني بس مجرد أني أحقق نجاح أو صحيح. مشاركة صحيح. لا أنا أحقق نجاح وأحقق أفضل نتائج دائما صحيح. وهذا شيء يعني انت ربطها احنا بهالحاله راح نربطها بجانب اخر نعم. اللي هو الجانب الاجتماعي صحيح. يعني مثلا كوني ان انا ارغب بالزواج من انسانه مكفوفه نعم. الكثير من التساؤلات طرحت علي كيف ان انت تتزوج من انسانه مكفوفه كيف تقدر تتعايش معاه ومعطيات الحياه وانا قلت انا بالعكس انا اتوقع هذا كنت اتخيل هالشيء هذا فيما قبل الزواج ان صاحب الاعاقه ذوي الاعاقه او المكفوفين بالتحديد بشكل خاص متأكد أنه راح يقدم مردود أكثر من غير ذوي الإعاقة بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالامانه يعني احس انه هو اللي عاد الحلقه تبارك الرحمن لانه قاعد يقرا افكاري شباب. اقول امانه يعني مبارك انا معروف عني ما اعطي يعني مو ما اعطي يعني احبذ ان الضيف ما ما اعطيه الاسئله قبل الحلقه. احب الكلام من القلب الى القلب. وهذا الافضل. المناطق اللي قاعد تاخذني لها بالحوار وكانك قاعد تقرا افكاري اني بروح لها. بس انا كنت ماجلها شوي موضوع الاجتماع. انا يمكن قفزت شويه. قفزت فتبارك الرحمن يعني قاعد تقراني وتقرا على الأسئلة اللي بطرحها. معلش. وجميل والله تبارك الرحمن كعادتك مبارك وأيضا الهام يعني بالفعل مهما تكلمنا عن هذه الإنجازات هذه الروح هذه الإرادة اللي موجودة عندك ما نوفيش حقك أمانة. لكن خليني أريحكم شوي وأبي أطلع مساحة حوارية جديدة. لكن شو رأيكم نطلع هالفاصل نريحكم شوي ونواصل إن شاء الله. مشاهدينا بطلع معاكم فاصل صغير إن شاء الله وأرجع بعد الفاصل أكمل حواري وأسئلتنا الجميلة وهالتفاصيل الجميلة بهالأسرة الجميلة المثالية اللي فعلا خلقت من الإعاقة طاقة إيجابية مو بس لهم للي حوالينهم مشوا وزرعوا الحب في كل أرجاء المجتمع. خلنا نطلع الفاصل ونرجع معاكم. أحب هني أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهدي الشيخ مشعل الأحمد بحلول الأعياد الوطنية والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني. بحبك يا الكويت دخل في البيت. تاريخ مكتبتي ساعتي ووقتي الكويت مدرستي مالي غنى عنها مني وأنا منها الكويت هي أنا وأنا ترى كويتي أرفع علمها وافتخر شوفوها أعلى من القمر أرفع علمها وافتخر شوفوها أعلى من القمر طموحي أبنيها وأقدر أعليها بالصج وبالصورة حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة اليوم من أهل الهمة معبأة بالطاقة الإيجابية مع أسرتنا المثالية الجميلة المكونة من بطلتنا الهام دلة بطلة رياضة التنس الطاولة للمكفوفين وزوجها الجميل المصور الإعلامي مبارك الشمري. حياكم الله من جديد. الله يحييك. وأنا سعيد والله بتواجدكم اليوم. الله يحفظكم. احنا أسعد. قاعد تعطوني طاقة إيجابية للأمانة مبارك فعلا يعني قاعد آخذ هذه الطاقة الإيجابية منكم اليوم. بالعكس أنت اللي أعطيتنا الطاقة وأعطيتنا الفرصة أن إحنا نوصل رسالة. الله يحفظ الرسالة مبارك اليوم يعني يمكن الجزء اللي قبل شوي تكلمنا قبل الفاصل قلت لي كثير استغربوا والبعض لام أن أنت مبارك من المبصرين بسم الله عليك وما عندك إعاقة ولا شيء ومصور إعلامي ناجح يعني والحياة قدامك كاملة. ليش رحت اخترت زوجة كفيفة؟ هذا السؤال انطرح عليك أكيد ويمكن البعض لامك شبع منه والبعض وقف عذرة أيضا إلا رحم الله إذا ما قلنا الكل يعني الكل وقف ضدك يعني ما لقيت أحد يعني أيد الفكرة أنك أنت ترتبط كزوج بصاحبة إعاقة بصرية وهذا ممكن يسبب لك حرج في حياتك. لكن أنا
من خلال شاشتنا هذه. أنا أوصل رسالة لجميع الأخوة والأخوات. هذا بالعكس يعني ارتباطك بذوي الإعاقة هذا يعطيك دافع أكبر. الله. وتأكد أن أنت لما ترتبط مع ذوي الإعاقة راح تشوف غير اللي شفته مع غير ذوي الإعاقة. أها. راح يكون عندهم نظرة الحياة تتغير. نعم نعم. لأن العطاء عند هذه الفئة ما له حدود. الله صحيح. سقفه جدا عالي. صحيح. وتأكد أن أنت راح تكون إنسان جدا سعيد. قد تواجه بعض الصعوبات في بعض الأمور الحياتية. الحياتية طبيعي. هذه المصاعب والأمور هذه إحنا المبصرين نتعرض لها. أه. ونشوفها. أعطيك على سبيل المثال أنا ماسك قلاص طاح من إيدي قلاص. صح. انكسر. صدر. ما تصير معي أنا مبصر أنا هل أنا يعني معناته من دول معصوم عن الصعوبات والأخطاء؟ لا طبعا. نرتكب أخطاء في حياتنا اليومية وفي تعاطياتنا كل إنسان يتعرض فيها. ولكن أنت لا تنظر عند الإخفاق مثلاً أو الخطأ يصير عند ذوي الإعاقة في المرة الأولى أن هذا الخطأ راح يظل ماسك معاه. لا ممكن يصير عنده خطأ بعدها لا ما راح يصير. أنت ممكن يتكرر معاك الخطأ لكن هو لا ما يتكرر. صعب جداً أنه يتكرر معاه الخطأ. أنت طبقت بالفعل حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين. نعم. تربت يداك. نعم. وتبارك الرحمن يعني خيرنا الآن اليوم أكبر دليل هذا الدرع من حفظة القرآن الكريم يعني تبارك الله. آه آه هذا أنت جاوبت على سؤال أنا دخلت شوية أبو ثاني فاظفر في ذات الدين. أنا بداية أول ما عرفتها ما عرفت أنها هي من حفظة القرآن الكريم. الحمد لله. وهي تعرف معانيه فهذه اظفر في ذات الدين من حفظ القرآن فأنت خلاص أنت خلاص. في أصبحت في مأمن يعني صحيح. من هالناحية في ذمة الله في كل شيء في ذمة الله في كل شيء. يعني من الأشياء اللي أنا استفدت منها كزوجة تصحيح القراءات. آه. منها مثلا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي السبع المثاني. صحيح. هي أم القرآن الكريم. صحيح. كثير منا يقرأ بعضها في عنده أخطاء في قراءتها. صحيح. بفضل الله ثم بفضل زوجتي حفظها للقرآن صححت لي أصبحت قراءتك صحيحة. صحيحة في مو بس الفاتحة في يعني كل الآيات اللي أنا أو كل الصور اللي أنا حافظها. صح. حتى اللي عندي شك في بعض القراءات أرجع ترجع لها تسألها. أرجع أسألها وهي تصحح لي. وهذه النعمة. يا الله نعمة من زوجة كفيفة لما تكون عندك عطتك هالشيء هذا. أنت شنو بعد تبي أكثر من شنو تبيني إلهام؟ سألت سؤال عن نفسي أنا عارف بس أنت اليوم شو اللي تبين من مبارك يعني وش اللي لقيتيه بمبارك ما أكيد يعني اختيارك مبارك لقيتي فيه أشياء ما لقيتيها بالآخر إطلاقا. بصراحة أنا لقيت الدعم في كان عندي قدرات خامدة ما كنت أنا اكتشفتها مع بداية زواجي. طيب واجهتي صعوبة في البداية. نعم أكيد. يعني ككفيفة وزواجها من مبصر. نعم. أكيد في ناس مثلا قالوا لك ما يصلح هذا الموضوع أو كذا. صح. تحديتي كل هالصعوبات. نعم. أنا بذكر في موقف قبل موضوع الزواج برجع بس للوراء أثناء المرحلة الدراسية. أنا طبعا مرحلة الدراسية بذكر لما بابا راح معي على المدرسة لحتى يجيب النتيجة. نعم. استوقفته احدى المعلمات وقالت له طلعها من المدرسه مش راح تستفيد. طلعها من المدرسه ما راح تستفيد. ايه. ليش؟ لانه عندها الاعاقه. اها. على الرغم انا عندي الاعاقه كان جزئي. صحيح. الوالده طبعا يعني وقفت معي بهيدي المرحله كبرت لي الكتب كانت تنسخها على ايدها لحتى انهيت المرحله الدراسيه. تحديا الكلمه ما راح تقدر على الدراسه. هون يعني ضايقتني اكيد. أه. ما في انسان ما راح يتضايق. بس يعني أخلقت عندي قوة تحدي. داخلية مش طبيعية. الله. أي إنسان في ممكن يجرحني أو يطلق علي مسمى عمية ما بتشوفه يعني كأنه عطيني كف أنه أوعى على هيدا أن ننتبه جرس. ايه. يا إلهام الآن هذه أول صعوبة في الحياة واجد. صح. فكانت عندي بشكر كل إنسان أصلاً جرحني لأنه عم بيعطيني طاقة. طاقة الله أعطاني دافع. ايه. وإحنا والله العظيم نوجه لوالدتك ووالدتك الكرام وأسرتك الكريمة كل التحايا عبر أهل الهمة اللي فعلاً يعني كانوا هم الدافع
وهم الانطلاقة الأولى لبطلتنا إلهام اليوم. إلهام طبعا صعوبات الحياة الزوجية معروفة يعني دائما للمعاق وغير المعاق. اليوم أنت تواجه صعوبات كزوجة في البيت في المطبخ؟ بالبداية طبعا هو كانوا يقولوا لي يعني كيف مكفوفة ومثلا بدك تفوت المطبخ وكيف بدك تربي أطفال وكيف وكيف، زرعوا بالبداية طبعا الخوف. صح. أنا كان عندي هالخوف طبعا دربت على هذا الموضوع، لازل الخوف أنا ما راح أنكر الشيء، ولكن بنسبة أقل مع تواجد مبارك يعني معطيني الدعم والتفاهم والأمانة يعني أكثر شيء. صح. حتى لو أخفقت كان يقول لي ما في مشكلة، أخذي فرصة ثانية وثالثة ورابعة. خلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بيك. تواجد مبارك يعني معطيني الدعم والتفاهم والأمان، الأمانة يعني أكتر شيء. صح. حتى لو أخطأ ما تقولش ظروفي والله ما مساعدك، وتحبب نفسك كده في القعدة، علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا، ولا تيأس يا ابني في رب كبير لنا رب كبير، طول عمرنا أقوى من الأيام. قبل كان لما تنكسر شغلة ما ينظروا انه خلص انه هيدا قدر الله، لا ينظروا يي مكفوفة كسرت. فكان التجريح يعني نحن مشكلة مجتمعنا دائما بينظر على المظاهر الخارجية. صحيح. وليس القدر. صحيح. فهون المشكلة المكفوف ما يعني ما فقد البصر. صحيح. هو توزعت النعمة هي على باقي الحواس. الله عليك، على باقي الحواس فعلا. ودائما يقول لك يعني خلينا نقول الشوف شوف القلب. صح. مو شوف العين. صح. فعلا مبارك يعني تبارك الرحمن الهام زوجة، وشفنا يمكن بالتقرير وزوجة من الطراز الأول كراعية بيت يعني طباخة قائمة في كل الواجبات الزوجية المنزلية، وأيضا لاعبة يعني ما شاء الله مقسمة وقتها بين البيت وخدمة الزوج والمنزل والرياضة. نعم. وتحقق المراكز الأولى. الحمد لله. هذا الترتيب. نعم. هذا الجدول طبعا أطمح للسباحة وللهدف في القريب إن شاء الله. نعم. راح يكون في سباحة أيضا إن شاء الله بإذن الله يا رب، ودائما تكوني الأولى فيهم إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. مبارك يعني أنت اليوم شلون تشوف هذه التقسيمة، هذا الجدول، هذه فعلا هذا نوع من التحدي أيضا يعتبر. نعم بالعكس، يعني هذا شيء جميل أن أنت يعني تملأ أوقاتك بأشياء مفيدة بدل ما أنت تقضي وقتك مثلا تلعب لعبة بالتليفون. صحيح. أو نايم على التليفون. أي. ولا طالع تقز من مكان لمكان. أفلام. صحيح. أو أنك تقضي أوقاتك بشيء ما هو مثمر ولا هو مفيد يعني. صح. بالعكس أن لما يكون عندك جدول راح يصير عندك أصلاً وقت فراغ للاسترخاء للراحة للجزاء. أي نعم يكون عندك، ومثل ما شاهدت أن احنا في عندنا وقت نطلع ما شاء الله قاعد نشوف الحين على الشاشة. نعم. طبعاً. نعم. وجودكم في الشاليه الآن ما شاء الله يعني. نعم. لا مزرعة طالعة أو المزرعة. نعم. قاعد نشوف طبعاً يعني ما شاء الله، وهذا لف ورق العنب اللي قاعد شوقتونا. نعم. نعم. هذا قليل من كثير يعني، وما خفيها أعظم يعني، ولكن هذا اللي كان ما أخذ معانا في الرحلة هذه. اللي احنا خذينا ورق عنب وشوية تبولة، سوينا شوية شغلات ذي وتساعدها مبارك طبعاً أكيد من المطبخ. والله لازم في بعض الأشياء يعني مثلا لما اجيب لها لفه نعناع مثلا يكون في بعضها مصوفر ما تكون هي شايفته لانه تمسكها نفس الورق تنقي لها. انا اشيل عنا الشوائب واترك لها. والباجي عليك الهام. نعم. والباجي عليك يا الهام. حلو. ويا الهام لازم التعاون مثل ما قاعد يساعدك. لا 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 يعني هو لا يحس نفسه انه قاعد مسوي وهذا. لا بالعكس، انت ايضا ما قصرتي يعني الهام، انت ما قصرتي. انا اشوفك دائما
في اللوكيشنات في مواقع التصوير. تواجدك ايضا مع مبارك تساعدينا بالكاميرا، تساعدينا في الاراء، تساعدينا في بعض الامور والجزئيات التصويريه، عدل؟ نعم. اها، فايضا انت خادمتها بعد، يعني مو بس الواحد بحس استمتاع دائما. الانسان لما يختل عمل يحط نية الأجر، وبنفس الوقت يستمتع، ما يحط أنه يتململ بهالموضوع، بتصير الحياة من نظرة مختلفة أكثر، طاقة إيجابية أكثر. حتى لو أخفق الإنسان فهذا بيعتبر أول بدايات النجاح. صحيح، إذا ما أخفق مش رح يعرف الطريق. صحيح النجاح. والله يعني خلينا نقول السهم كل ما رجع إلى الخلف كل ما زادت قوة انطلاقته. نعم. إلى الأمام، وانطلاقتكم الجميلة وطاقتكم الجميلة هذه اللي اليوم فعلا أشوفها بحلقة أهل الهمة، وأحس أنا نفسي قاعد أتشبع من هالطاقة هذه. الله يحفظكم. خلينا نريحكم شوي من أسئلتي ترى ما تخلص، لكن بريحكم شوي ونرجع بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل صغير ومستمرين إن شاء الله في إيجابيتنا وفي أسئلتنا الجميلة وفي تفاصيل هذه الأسرة المثالية المشبعة بالحب والعطاء لكل من حولها في المجتمع. خلنا نطلع هذا الفاصل ونرجع نتعرف على تفاصيل جديدة. الكويت مدرستي، أهلي وتربيتي، مالي غنى عنها، مني وأنا منها، الكويت هي أنا وأنا ترى كويتي. أرفع علمها وافتخر، شوفوها أعلى من القمر. أرفع علمها وافتخر، شوفوها أعلى من القمر. أطموحي أبني واقدر اعليها بالصج وبالصوره احلى اخليها، دستوري والمنهج هواها لي مبهج، والله تبون الصج اموت انا فيها. ارفع علمها وافتخر، شوفوها اعلى من القمر. ارفع علمها وافتخر، حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بحلقتنا اليوم من أهل الهمة، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق وهذه الفقرة من عمر حلقتنا اليوم في أهل الهمة. متواجد معنا اليوم ضيوف في حلقتنا أسرة مثالية جميلة جدا، مكونة من بطلتنا الرياضية لاعبة تنس الطاولة للمكفوفين البطلة إلهام دلة، وزوجها المصور الإعلامي الجميل مبارك الشمري. حياكم الله من جديد مرة ثانية. أهلا وسهلا إلهام. طبعا يمكن تكلمنا قبل شوي عن الألعاب أو الخطة القريبة إن شاء الله اللي أنت رسمتها، ألعاب جديدة راح تدشين مثل السباحة. نعم. ومثل كرة الهدف. وكرة الهدف جميل. نعم. كرة الهدف طبعا السباحة معروفة، لكن كرة الهدف للمكفوفين اللي هي عبارة عن ثلاث لاعبين مقابلين ثلاث لاعبين. نعم. جول مني وجول مني. نعم. وكرة كبر بحجم كرة القدم. نعم. فيها جرس. نعم. يقذفها اللاعب وتدرج على الأرض، فيها جرس فعلى الصوت، أما يقول فيك أو تقول فيك. تهيئتنا قبل جائحة كورونا ودربنا تقريبا ثلاث مرات على كرة الهدف. نعم. والحمد لله يعني صراحة كانت بداية مشجعة يعني. حلو. ما حسيت فيها. حبيت اللعبة جدا يعني. أه. حسيتها منافسة جديدة من نوع آخر. حلو. السباحة كنت أول مكفوف داخلي ما بين المبصرين أتدرب على السباحة. حلو. كانوا المدربين يخافوا أنه أنا مثلا كيف بدي فوت على العميق. هيدا الشيء صار عندي كمان تحدي. حلو. سويت علاقة ما بين المي. الله. وفيني علاقة. الإحساس استطعت تناغم صار بينك وبين المسبح بعد ثلاث أسابيع.
لانه هن يعني كثير يعني تورطوا والله كيف بدنا نوصل لانه الحركه المي فانا هون ما اعتمدت عليهم بشكل اكبر اعتمدت على احساسي. بعد مرور الشهر الثالث اسبوع استطعت ادخل على 3 امتار ومن هون كمان بلشت السباحه عندي وممارستها يعني. جميل. بالهام سؤال يعني ما شاء الله لما اشوف كلامك واصرارك وانجازاتك بعد الاعاقه استغرب يعني انا عرفتك بعد الكفف ما شاء الله هذه الشخصيه المتميزه الناجحه المبهره قبل الكفف الهام شنو كانت وبعد اعاقه البصر الهام شنو صارت؟ قبل الكفف طبعا كنت اي يعني عادي مارس حياتي طبيعيه جدا الى انهيت طبعا المرحله الدراسيه. بعد المرحلة الدراسية اشتغلت مع أطفال التوحد والداون. هون كمان تعلمت كتير شغلات من شغلي. لحتى وصلت لمرحلة الكفف كان يعني صراحة جدا مرحلة صعبة علي. مرحلة انتقالية. نعم. بس أخلقت عندي تحدي جديد. بس قبل هذا يعني انتقل لهذه المرحلة كنت كتير تعبانة نفسيا. وإلى سبحان الله أرسل لي القدر أخت ومش أخت يعني أخت لم تلدها أمي الدنيا مثل ما يقولون نعم وعايشة خارج البلاد. أنا صراحة بوجه لها تحية عبر البرنامج أهل الهمة. صديقة إلي عاشت معي أدق التفاصيل ناس الحريري هي اللي دعمتني بصراحة نفسيا. قالت لي أنت بالعكس يعني هون بداية التحول بالنسبة لك يعني أنت إنسانة مثل أي إنسان فأعطتني نماذج من اللي حواليها أعطتني داعم وإلى حد الآن يعني هي معي ما زالت متواصلة لا زالت أكيد والله احنا نوجه لها وهي كمان السبب الرئيسي لدعمنا الزواج بيني وبينها. حسين نفسك محظوظة الهام يعني وجود زوج مثالي مثل أخوي مبارك يعني والله مو مدح بوجهه لكن أنا أعرف مبارك يعني يمكن قبل لا تتزوجون إيش كثر إنسان جميل ومعطاء بالذات بالقضايا الإنسانية. وجود هذا الزوج الحنون وجود الأب والأم اللي تكلمنا عنهم الله يحفظهم الله وجود هذه الصديقة فعلا محظوظة أنت تبارك الرحمن بوجود هذه الكوكب الجميلة بحياتك دائما. اليوم المعاق لازم يعني فعلا يعني تأثير الأسرة المحيطة الأصدقاء البيئة الاجتماعية تأثيرها كبير عليه. نعم أكيد. بعدين الإنسان لازم أول شغلة بحياته لحتى يقدر ينجح بحياته يشيل الخوف. صح. يعني أسباب النجاح لأن دخولي على المطبخ حتى لو تعرضت لكثير حروق يعني حتى جايب لي ميبو يعني أي طوارئ على طول لا إن شاء الله بعيد الشر عنك ولكن هذا ما وقفت بالعكس يعني ظهرت عندي الإرادة أكثر. يعني كثير ناس بتسألوا مثلا أنا كيف مثلا بقطع على الرغم ما بشوف مثلا كيف بحفر الكوسة. أول ما حفرتها طبعا بلشت بالخيار أنا حفرت خيار على النكوسة؟ لا تدربت على الخيار قبل ما أنتقل دربت على الخيار جميل جدا سويت علاقة دائما الإحساس عند المكفوف بيكون جدا عالي صح فهيدا الشيء اللي بيخلي الإنسان يقدر بيشوف الشغلة أكثر من أي إنسان. مبارك اخاف انت تجيب الخيار على انه ارخص من الكوسه وتقول له هذا كوسه لا عمره ابدا ما مبارك دائما بيوصف لي الشغله قبل ما يقول لي يشتريها. جميل يعني انت قلتي كلمه يعني يمكن قبل الحلقه حتى وصفتي لي مبارك نعم رغم انك تزوجتيه بعد الكفف نعم لكن وصفتيه بادق التفاصيل قلتي مبارك اوصافه 1 2 3 نعم ابهرتيني بهذا الوصف. هذا الإحساس فعلا يعني هل هو ملكة يعني ممكن يمتلكها أي إنسان ملكة ولا المكفوفين بالذات يتميزون فيه فعلا؟ لا هي ملكة ربنا سبحانه وتعالى بيميز فيها كذا شخص على حسب قدراته. صحيح. فبالأمانيات الزايدة يعني علاقة الإنسان مع ربنا سبحانه وتعالى يعني دائما أنا بقول أنه الله أنت أخذت مني هالشيء ولكن أنت العيون اللي بتشوفها. صحيح. قبل زواجي من مبارك فأحيانا بنظر للأشخاص بأوصاف ما تيجي تشرحها للمبصر ما يصدق ما بيصدق. صح. فأنا دائما يعني وقت ما شفت مبارك شفته صراحة يعني ما بيشبه حدا
الله يحفظكم. اكيد جميل مبارك للامانه. هذه الروح الجميله اللي عنده. الله يحفظك مبارك. معناته انت يعني تخاف مثل اي زوجه ان والله لا احط هالشغله تلفوني احط هذا. الحاسه السادسه قويه عندها جدا جدا جدا. يعني انت قاعد تتعامل مع ناس الفئه هذه من نبره صوتك يعرف اذا انت كنت زعلان او فرحان او صادق صحيح او عندك شيء خاشه. الحمد لله احنا عدينا مرحله ان احنا الكذب لكن احنا نقول على مرحله المصداقيه. يعني لازم تكون دقيق ولازم تكون واضح في تعاملاتك، ما تقول غير اللي تضمره، لا نفس اللي داخلك هو اللي تذكره. يعني جميل مبارك. الصعوبات اللي تواجهكم اليوم كزوج وزوجه، والزوجه من يعني اصحاب الاحتياجات الخاصه خلينا نقول ذوي الاعاقه، تواجهكم صعوبات؟ شوف الصعوبه هي عباره، هي المصطلح ان هذا شيء صعب، هذا المصطلح مرفوض. حلو، احنا نقول نواجه تحديات. تحديات، يا سلام عليك. اذا التحديات اذا شفت ان انت في منظورك قادر انك تتغلب عليها، تاكد ان ما في اي مشكله راح تواجهك. هذه القاعده اللي انت اللي على اساسها تمشي عليها، بالعكس انت تمنح فرصه. يعني انت الحين قاعد تتعامل مع زوجه مكفوفه، انت تتخيل ان الحين الهندام اللي انا طالع فيه قدامك معاك في المقابله هذه من اختيارها هي؟ هذا الكلام انا اقوله بامانه وصدق. يعني أنا لبسك قاعد اليوم على ذوقها السادة المشاهدين. حلو. الله يكرمك ويحفظ قدرك والسادة المشاهدين. كرمت. ابتداء من الحذاء الى الجاكيت والقميص كله هذا اختيارها ذوقها هي، ما تشوف. هي كفيفه، انا ادخل معاها السوق اقول لها هذا لونه كذا، هي تمسك تقول هذه الخامه زينه. اللون هذا، اللون هذا يركب عليه اللون هذا، ما شاء الله انا ابي كذا. يعني انا في جاكيت مثلا كان عاجبني مسكته، هي سوته كذي وشافت هذا قالت لا هذا احسن. وبالفعل اخترت يعني اللي قالت عنه، اخترت انا طبعا انا هني لازم انا ادعمها. انا اعطيتها الفرصه صحيح. بالاول وكانت يعني ناجحه بكل المقاييس صحيح. فلما شفت النتيجه مو انا اللي احكم عليها ولا هي، لا انت اللي تحكم، المشاهد يحكم. نعم على صحيح. بصراحه انا كل اثنى على التغييرات وعلى غيرت فيك وايد بحياتك، وايد بالحياه. هذا يمكن على مستوى اختيار اللبس للحياه. مو هو يعني انت الحياه تبتدي عندك من اصغر الامور صحيح. نعم حتى المشكله تبتدي من مستصغر الشرر صح، ولكن انت عندك البوادر باديه عندك من البدايه صح. عرفت شلون؟ انت من كل شيء، انت في كل شيء متقدم، تراكمات تصير. نعم نعم نعم. تتغير مبارك ايضا، وكان جميل ولكن للاجمل. نعم نعم. حلو نعم. حلو. الهام مبارك شو اللي غيره فيك؟ غير كثير مفاهيم. حلو. غير انه انا اندمج للمجتمع بشكل على نطاق اوسع اكثر. زاد الثقه عندك. نعم. اعطاني الفرصه التفاهم وفتح لي الباب على مصراعيه. للاسف نحن مجتمعنا بيخمدوا الحلم قبل يعني خوضوا للتجربة، وبيحكموا على الأمور قبل النتائج. فمبارك عطاني هالفرصة لدرجة أنه أنا عن نفسي قبل الزواج كانت الوالدة الله يحفظها الله يحفظها وأخواتي مثلا هني اللي اختاروا لي الملابس. مع بداية الزواج اكتشفت أنه أنا عندي هالقدرة، عندي قدرة أنا أختار ايه؟ واختار حتى للآخر. نعم وطبقت على مبارك كانت يعني بيتكم ما أخذت الفرصة أبدا. مبارك أعطاك الفرصة بس يا مبارك طبعا الفرصة ناجحة الحمد لله، وكانت تجربة فعلا زادت عندي الثقة أكثر تستاهل. طبعا هو هذه المهم، هذه النتيجة صح. أن الثقة اليوم تخلق إنسان صح. فعلا وما أجملكم، وما أجمل تعاملكم مع بعض، وما أجمل روحكم الحلوة. خليني أطلع معاكم فاصل صغير وأرجع لأن الوقت بدأ يركض معاي وبدأ يسرقني. مشاهدينا مستمرين معاكم وبأطلع هذا الفاصل وأرجع إن شاء الله أكمل مع ضيوفي، خلكم معنا. نرفع علمنا ونفتخر عالم سما الكويت وبيرقها في كل بيت عز ورفعة قدر. إذا أردنا رفع العلم لابد أن نراعي أمورا كثيرة احتراما لهذا الرمز. إذا كان العلم بشكل أفقي فاللون الأخضر يكون بالأعلى واللون الأسود جهة اليسار.
أما إذا كان بشكل رأسي فاللون الأخضر يكون جهة اليمين والأسود بالأعلى. للسلام وطن. للسلام. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وحلقتنا اليوم من أهل الهمة، هذه الطاقة الإيجابية مع الأسرة المثالية الجميلة المتكونة من بطلتنا الرياضية في رياضة تنس الطاولة للمكفوفين، بطلتنا إلهام دلة وزوجها أيضا المصور الإعلامي الجميل والداعم الأكبر لها اليوم في بطولاتها أخوي مبارك الشمري. حياكم الله مرة ثانية. أهلا وسهلا مبارك. بالفاصل تحت الهواء تقول لي إلهام أن مبارك أصبح هو عيوني اللي أشوف فيها، أصبح اليوم بكل تفاصيلي لازم يكون معاي، حتى لو لم يكن موجود بجسده بتكوينه موجود بروحه معاي يعطيني. هي شلون قدرت تولف هذه الهرمونية فعلا؟ هي طبعا في البداية يمكن يكون فيها صعوبة. صحيح. أول شيء أن على ما تتكيف أنت مع الوضع تحتاج وقت، بس أنت لما تصفي النية وتكون صادق مع نفسك، وهذه يعني أتمنى تكون موجودة عند الكل، مو بس إن الشخص المتزوج من دولة الاحتياجات، مع الكل. صحيح. الحياة هي كلها الأساس يعني بين الزوجين تعتمد على المشاركة، على النية الصادقة مثل ما تطرقت قبل شوي، قلت انها هي تروح معاك الاوردرات، شغلك، الاماكن اللي متاح انها تروح معاي. صح. هذا اخذها معاي بكل سرور، لان هني انا احس فعلا بالمشاركه. ما تشيل هم من بعض، يعني تقول مثلا انا الحين وين بالي مع الكاميرا، بالي مع الاضاءه، ولا مع زوجتي مثلا محتاجه كذا. كان عندي التخوف هذا في البدايه بالاول. حلو. لكن الحين لا، بالعكس الحين انا احتاجها معاي لان هي قاعد تساعدني في بعض الامور. حلو. يعني شلون يعني تصور معاك، يعني هي ما تشوف شلون تصور معك مثلا، يعني لا هي تشيل معي، تذكرني بالبعض الأغراض اللي أحتاجها. سكرتيرة. يعني مو بس سكرتيرة ناجحة. داعم كامل، يعني مو بس أنا اللي أدعمها، بالأمانة بالأمانة هي قاعدة تدعمني بأشياء ما كنت أنا أصلاً أتخيلها. حلو. وعلى فكرة أول يعني سألتني زوج عن دعمها لي. صحيح. أو عن دعمي لها، لا أنا أذكر لك دعمها هي لي. صحيح. يعني العملية متبادلة. ازرع حب تجني حب ربنا سبحانه هو وتعالى. أول زوج على فكرة. الطيبات. أول فعلا. زوج يعني قديش شفت أصدقاء، قديش شفت الناس، أول زوج بيخدمه على فكرة زوجته. على أي مكان بشغل. طيب أنتي تغارين عليه لما تطلعين معه، تعرفي المصور وإعلامي وكذا؟ لا، لأنه دائما أنا حاطة بالي الثقة والاحترام هني أساس الحب. جميل. طبعا الحديث معكم شيق والله العظيم، وأنا الحلقة هذه من أسرع الحلقات اللي خلصت، يعني بالفعل عندي أشياء كثيرة ودي أغوص، لكن لكل بداية أنت إعلامي وعارف لكل بداية نهاية. على وعد إن شاء الله أن في أجزاء ثانية في المستقبل تشرفونا بأهل الهمة، دائما تكونوا متواجدين معنا، لأن فعلا اليوم الله مبارك وأختي إلهام أعطيته طاقة إيجابية، أعطيته نموذج إيجابي لأسرة مثالية، زوج وزوجته تحدوا كل الصعوبات، ما انظروا ان الله شخذ مني والله شحرمني منه، نظرته الله شعطاني. نعم. وركزت على هذا العطاء. نعم. فعلا يعني كلمه او رساله توجهها مبارك لمن وتقول؟ انا كلمه اوجهها لكل من يعرف شخص من ذوي الاعاقه، سواء من الاهالي او اصدقائك او ابنائك او اقربائك ايا كان، ادعموا هذه الفئه. صح. ادعموها لأنها تستحق الدعم، وتأكد أن أنت مهما دعمت يعني راح تشوف نتائج أنت ما تتخيلها، والعائد أيضا عليك مو بس على المعاق نفسه. نعم نعم. صح. نعم. وهذا شيء أنا عايشته والتمسته وشفته، وتصدقني وثق تماما أن ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم مزايا فيهم مواصفات مو موجودة عند بالآخر. غير ذوي الإعاقة. هذا رسالتك بشكل عام. نعم. رسالتك للهام على الشاشة شو تقول لها؟ رسالتي للهام، طالع للهام وقول بارك الله فيك، يعني أنت كزوجة يعني أنا ما أبي أبحر في الأمور هذه، ولكن أنا أقول لها خليك أنت مستمرة على ما أنت عليه وزيدي، وأنا راح أكون معاك. كفو عليك. داعم مهما حياتي. كفو عليك إلهام. نعم. رسالتك بشكل عام
ورسالتك لمبارك بعدها بشكل خاص. طبعا بشكل عام ما حدا يخاف من الإخفاق ومش الفشل، ودائما الإنسان يرسم هدفه بالحياة بالعزيمة والإصرار والإرادة بيحقق نجاحات عمر الإنسان الغير معاق رح يتصورها. صحيح. نعم، لا إعاقة مع الإرادة. أي والله. وثقتك بالله والإيمان بالله عز وجل إنه هو معك أولا ومن ثم الداعم الأساسي بصراحة مبارك. طالعي المبارك يعني وجهي لرسالتك. أنا بشكره كل الشكر، يعني الله يجزيه خير يا رب. يا رب. على دعمك إلي واتحت لإلي هالفرصة لأثبت إنه إني أنا إنسانة، وأثبت مقولة لرتب النابلسي: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الله. فكل الشكر لك، كل الشكر كمان لك أستاذ عبد الكريم لاستضافتك عن جد اليوم. لأوجه هيدي الرسالة أنه نحن ننتمي لهذه العالم ولهذه الأرض، وكلنا إنسان ونكمل بعضنا البعض. يا رب يحفظكم. رسالتي لكم أني أدعي لكم ظهر الغيب الله أن الله يحفظكم ويتمم عليكم ويرزقكم الذرية الصالحة. أن الله يفككم إن شاء الله من كل شرور الدنيا والأقدار يا رب العالمين. قدركم دائما يكون جميل. شكرا للي أتحتوا لي الفرصة اليوم من خلال برنامج أهل الهمة أني أغوص في عالمكم الأسري الجميل وأطلع هذه الجواهر المكنونة داخلكم. شكرا للهام كمان دل بطلتنا. يعطيك العافية. بارك الجميل الحبيب. شكرا. يعطيكم العافية. مشاهدينا، يعني في هذه اللحظات والله العظيم أحس مو الكلام اللي يطلع، مو الحروف اللي تطلع، المشاعر تطلع، الأحاسيس. مهما عدينا ومهما كتبنا من كلمات وجمل لا يمكن يعني أن تصف المشاعر للآن أنا قاعد أحسها بهذه الجمالية، بفرحتي بهذه الأسرة الكويتية العظيمة المثالية اللي اليوم فعلا أثبتوا أن إحنا مجتمع مترابط، مجتمع رغم كل الصعوبات رغم الاختلافات. اليوم مبارك ما وقف وقال لا الهام مختلفة جسديا عني، لا الهام ممكن تكون أفضل مني بأشياء كثيرة وتحدى كل الصعوبات، وفعلا أثبت أن زوج وزوجة مثاليين. الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله، ومشاهدينا رب يحفظكم وين ما كنتم، وإن شاء الله مثل ما وعدتكم بيكونون معاي في حلقات إن شاء الله في القريب بإذن الله عشان ننهل من هذه الإيجابية الموجودة عندكم، حتى ألتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة من أهل الهمة وطاقة إيجابية جديدة. لذلك الحين فريق العمل بأكمله يستودعكم الله. إلى اللقاء.